الله يا عم عطشونه هات. نقوله اه والله هات هات. تعرف بقى ان احسن ميه في الدنيا هي ميه القله دي، وانت لو مش عارف ليه فانا هقولك ان الفخار ده اقرب ماده لجسمنا، لان الفخار بيعمل بقى على التبريد الطبيعي للميه. هتقولي طب ما الثلاجات موجوده، هقول لكم اه، بس الميه البارده قوي دي بتعمل مشاكل في المعده والامعاء، لكن الفخار او القله بيحتوي على مسام صغيره على السطح بتساعد على تبخر الماء بسرعه من خلال المسام دي، وبالتالي بتساعد ان الحراره اللي موجوده في الميه دي تتبخر وتروح. الطين بقى القلوي ده الطبيعي بيتفاعل مع الاطعمه الحمضية وبيعمل توازن مناسب لدرجة الحموضة، وبالتالي بيحمينا من الحموضة والمشاكل اللي متعلقة في المعدة والأمعاء. أنا عايزة أقول لكم إن الحاجة اللي بتكون معمولة في الفخار بتحتوي على نسبة عالية جدا من الفيتامينات والمعادن، ولما بنخزن المية في الوعاء الفخاري المية بتكون خالية من جميع المواد الكيميائية، ده معناه إنه بيعزز التمثيل الغذائي وبيحسن عملية الهضم بسبب المعادن اللي موجودة جوه المية دي. كمان بقى بيساعد في مكافحة ضربة الشمس في أيام الصيف الحارة، لأن أنتوا لو شربتوا مية ساقعة قوي في الصيف هيعمل لكم مشاكل، بالإضافة إلى كمية المعادن الغنية والمغذيات اللي موجودة في الفخار اللي بتساعد على إعادة الترطيب بسرعة، وكمان درجة حرارة المية اللي بتكون في الأواني الفخارية بتكون مثالية لدرجة أجسامنا. وبس كده، رجعوا اشربوا من القلة.